ينضم إلينا حول هذا الموضوع مراسلنا في إدلب علاء العمر. أرحب بك علاء. يعني خلال أسبوع واحد فقط تفجيرين استهدفوا مقرات لأحرار الشام في إدلب، ما خلفيات هذا الموضوع؟ مساء الخير، مساء أولا لك النور. وللسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة كما ذكرت أنت، هناك يعني استهداف لحركة أحرار الشام الإسلامية، استهداف للمقرات، استهداف للحواجز من قبل حركة أحرار الشام الإسلامية. طبعا نحن نعلم أن هذا التصعيد هو بعد الاحتدام الذي حصل بين حركة أحرار الشام وجند الأقصى، طبعا في الآونة وبعد يعني حل المشكلة ويعني مبايعة جند الأقصى لجبهة فتح الشام، هناك من يعني يحاول زرع الفتنة من جديد. طبعا اليوم ما حصل في معركة النعمان في منطقة الحامدية، استهداف في برمي عفوا بصهريج محمل بالمواد المتفجرة، استهدف مقرا لحركة أحرار الشام الإسلامية، أدى لارتقاء قائد ميداني في هذا المقر، بالإضافة إلى إصابة أربعة من أيضا من حامية المقر، إصاباتهم خطيرة جدا. طبعا يعني كما ذكر لك، هناك من يحاول أن يروج الفتنة من جديد. يعني حركة أحرار الشام الإسلامية قبل أيام قليلة تعرضت لاستهداف أيضا بسيارة مفخخة، أدى لارتقاء أربع عناصر من عناصر الحاجز المتواجد في المكان. لو انتقلنا إلى سياق آخر وهو الطائرات بدون، نعم قبل الانتقال إلى سياق آخر، علاء، يعني ما الحديث الذي يدور اليوم في إدلب حول هذه الاستهدافات؟ من يقف وراءها؟ نعم يعني في الحقيقة لا يعني ليس هناك اتهام واضح لجند الأقصى بهذا الموضوع. لحد اللحظة الجهة مجهولة من تقوم بالتفجير، لحد اللحظة هي جهة مجهولة يعني مبدئيا. يعني حاليا حسب التحريات وحسب يعني ما توصلنا به من قيادات في حركة أحرار الشام الإسلامية، يعني أكدوا لنا أن ليست جند الأقصى هي الجهة المستهدفة لحركة نعم. أحرار الشام الإسلامية. يعني سير التحقيقات وسير اكتشاف العبوات والبراميل عفوا والصهاريج او العبوات الناسفه، يعني هذا امر يحتاج الى يعني تكنيك عسكري، يحتاج الى حواجز، يحتاج الى خبره واسعه في هذا المجال، ولا سيما العبوات الناسفه من استراد سراقب وصولا الى الريف الشمالي لمحافظه حماه، والذي يعني عبوات ناسفه على طول هذا الطريق. يعني البارحه انفجرت عبوه ناسفه على طريق بيرت ارمناز، ادى لارتقاء مدني واصابه اخرين. نعم. بالنسبة لباقي التفاصيل الميدانية، نعم يعني كما ذكرت لك، الطائرات بدون طيار هي التي يعني تشهدها الساحه من جديد. اليوم استهداف سياره اللي على يعني حسب الموجود وحسب التاكيدات انها سياره لقيادي في جبهه فتح الشام، استهدفت طائرة بدون طيار، استهدفت سيارة فان على مدخل مدينة إدلب، أدى لارتقاء صاحبها وإصابة أربعة آخرين متواجدين في السيارة. لحد اللحظة يعني الجهة، ولا سيما أن الطائرة اللي اليوم أيضا استهدفت طريق بنش، أيضا طريق بنش بنفس الصاروخ بنفس الاستهداف. يعني السيارة التي استهدفت اليوم في مدخل مدينة إدلب كانت من قبل طائرات بدون طيار، قد رمت بالصواريخ هذه السيارة اليوم مساء، أيضا مساء يعني أعيدت الكرة من جديد. شكرا جزيلا لك علاء العمر مراسلنا في إدلب.